مصريه في الموضوع، لان خلاص الموضوع دخل في الجد طبعا. ولازم ناخد التجربه الفيفا والقرارات اللي صدرت لانها توصل للاتحاد المحلي، ده لازم، والانديه تشارك معانا في الحدث، واحنا لحظه بلحظه ولازم نسبق بخطوه. بالظبط كده. انا معايا على الهاتف المهندس محمد فرج عامل رئيس نادي سموحه. باشمهندس فرج برحب بيك، ومعايا طبعا في الحلقه الاستاذ ممدوح فهم الناقد الرياضي. اولا انا بشكرك يا استاذ محمد، وبرحب بحضرتك وبرحب بالاستاذ ممدوح طبعا. ازيك يا باشمهندس؟ حضرتك يا باشمهندس بتمنى لكم التوفيق ومنورين. اهلا بيك يا فندم، وسعداء بوجودك معانا لان هنناقش موضوع مهم جدا. اتفضل. وهو هيبقى موضوع الساعه الفتره الجايه، بس احنا لازم نسبق ونبقى دايما مطلعين على قرارات الفيفا والكاف وكل. الله يخليك يا رب. طبعا الفيفا خد قرارات وكنا بنتناقش فيها في موضوع الاجنده هتترحل، والاتحاد الدولي هيراعي ده. موضوع مواعيد القيد هيتم تعديلها الفتره الجايه بما يتوائم مع تعديلات الاجنده الفتره الجايه. حماية عقود اللعيبة وهيتم تعديل في اللوائح عشان التوقف ده ما يأثرش على الأندية والاتحادات، وكمان هيكون في صندوق دعم للاتحادات اللي ممكن اقتصاديا تتأثر بسبب إيقاف النشاط. تعليق حضرتك وموقف سموحة والآراء اللي كانت بتتقال من البعض في نلغي النشاط ونريح دماغنا. لا أنا ضد إلغاء النشاط. تمام. أنا ضد إلغاء النشاط لأن احنا في حالة مؤقتة ولازم يكون عندنا نوع من التفاؤل. وطبعا الغاء النشاط ده هيعود بالضرر على ناس كتير على كل الاطراف. تمام. وبعدين مش مهما كانت المشكله ومهما كانت صعوبتنا لازم ان احنا نسعى الى الحل، ولازم نلاقي طريقه ان احنا نخرج من هذا المأزق وناخد اليابان عبره. اليابان قالت انا هلعب الدوره الاولمبيه مظبوط في هذا الموعد. ودلوقتي الحمد لله بدا يظهر نوع من التفاؤل، وابتدت دول عديده تعلن ان لقت ادويه، والصين خلاص تغلبت على هذا المرض. فان شاء الله انا متفائل خير ان باذن الله هيعود الدوري. ممكن الدوري يتاخر شهر، ممكن يتاخر اقل اكتر، نحط كذا سيناريو. النهايه لابد ان احنا نكون متمسكين باستكمال المسابقه ايا كان هذا الموضوع، وده الوضع الافضل. وده الوضع الافضل. لان الفيفا خدت قرارات، القرارات اللي خدتها الفيفا دي كلها لصالح اللعبه ولصالح اللاعب ولصالح النادي. ان طبعا فتره القيد تتغير حسب انتهاء الموسم، وان العقود تمتد لنهايه الموسم، واخد بسيادتك، وان طبعا الانديه ملتزمه بعقود اللاعبين. مش عايزه كلام. اكيد اكيد. فانا شايف ان هي دي الخطوات السليمه للخروج من هذه الازمه. طيب الاستاذ ممدوح فهمي برضه هيشاركنا الحوار، لكن عندي سؤال. هل الأندية هتطلب من الاتحاد المصري عقد اجتماعات الفترة الجاية؟ طبعا للأسف مفيش رابطة عشان تقعدوا وتشتغلوا وتشوفوا المرحلة الجاية، لكن الاتحاد المعني بالنظام أنا دايما بتمنى ان يبقى في رابطة، بس للأسف مفيش رابطة. فهتعملوا ايه الفترة الجاية مع الاتحاد المصري في هذا الموضوع بعد قرارات فيفا كمان؟ لا احنا اللي بيطبق اللي الفيفا بتقوله هو ده بيبقى ميثاق العمل. صح. يعني الفيفا هي اللي بتدي الخطوط العريضة واللي بتدي الخطوط والحلول اللي بتمشي عليها الاتحادات المحليه. تمام. فالاتحاد اللجنه اللي بتدير الاتحاد كره القدم ده اللي معينها الفيفا. صح. فهي ملتزمه بقرارات الفيفا. اكيد اكيد. طب استاذ ممدوح عايز يشاركنا في الحوار لو عندك سؤال. هو بس كان مشكله يا باشمهندس فرج، النهارده لو انا لغيت المسابقه زي ما بعض بينادي، الناس اللي هتصعد هتصعد ازاي؟ واللي هيهبط هيهبط ازاي؟ ما انا كده هيبقى الموسم الجاي عندي 22 فريق ولا عندي تصفيات كاس عالم، هعمل الدوري مجموعتين؟ ولا هيخلص امتى؟ ما ينفعش الغاء. صح؟ ما ينفعش خالص. ما ينفعش ما لا. دولة في العالم قالت انها تلغي المسابقه. ايا كانت الغاء المسابقه ده هروب من الواقع. بالظبط بالظبط. هروب من الواقع. انا ضد الغاء المسابقه. لان والا كل سنه هنلاقي اسباب نتحايل عليها ونلغي المسابقه. ونلغي المسابقه. كله على حسب المصلحه. ينفع الكلام ده خالص. بالظبط. نعم. على حسب المصلحه يا باشمهندس فرج. بالظبط. احنا بيحكمنا المصلحه العامه. تمام، لكن موقف نادي سموحه. بيحكمنا مبدا تشجيع الرياضه. تمام. خدت بالك؟ وان احنا ما نضرش بمصالح اي طرف من الاطراف. مظبوط. ولا الشركات الراعيه ولا الانديه ولا المحطات الفضائيه ولا اللاعبين ولا اي طرف من الاطراف. هو الموسم اللي فات الموسم انتهى امتى الموسم؟ مش بعد كاس الامم الافريقيه؟ في شهر 9. صح يا باشمهندس؟ الموسم اللي فات. يعني الموسم اللي فات امتد بعد بطوله الامم. صح ولا انا غلطان؟ طيب ما ايه المشكله بقى كده؟ مفيش مشكله. انا بقول صح؟ يعني انا ضد الالغاء. الغاء مش مرفوض. مرفوض. اخرنا. انا ضد الالغاء. صح كده. تمام. يبقى موقف الالغاء هو مبدا الضعفاء. بالظبط. مبدا الضعفاء. واصحاب المصالح يا باشمهندس برضه.
طبعا تمام. اصحاب المصالح اللي بغير الصالح العام. بالظبط كده. تمام. يبقى موقف نادي سموحه وموقف حضرتك كرئيس لنادي سموحه مع استكمال النشاط ونشوف حلول وسيناريوهات للمرحله الجايه خاصه. انا مش مع استكمال النشاط، انا مع لابد استكمال النشاط، ان هذا الموضوع لا نتكلم فيه على الاطلاق. تمام تمام. طبعا مش محل نقاش. مع الوضع في الاعتبار برضو الجزئيه الاساسيه اللي احنا بناكد عليها. سلامة الناس وصحة الناس طبعا. طبعا لان صحة الناس اهم من الرياضة واهم طبعا من طبعا بالظبط. لا خلاف على ذلك. لكن مع ده نبدا نشوف سيناريوهات ونشوف شغلنا طبعًا. ونبدا نشوف طبعًا. الحلول الفترة الجاية خاصة ان في بوادر خير باينة. فرنسا اعلنت ان في دواء وروسيا اعلنت ان في دواء وامريكا قالت في دواء والصين طبعا قبل كله قال في دواء. بالظبط كده. ان شاء الله باذن الله هنتغلب على هذه المشكله باذن الله. ان شاء الله. باشمهندس فرج سؤال اخير، اكيد عندك لاعبين اجانب في سموحه موجودين في مصر اكيد في موجودين. محدش سافر. محدش سافر. تمام. بحييك على هذا القرار. اشكرك العفو. شكرا جدا يا باشمهندس وبالتوفيق يا رب ليك ولسموحه الفتره الجايه. سيادتك اتفضل. شكرا جزيلا.